استهداف العراق وتحديدا الطاقة فيه، واليوم حقل كورمور بالأمس تعرض إلى هجوم بطائرة مسيرة. يعني هل نستطيع أن نقول بأن كل ما يقترب العراق من تحقيق الاكتفاء الذاتي نوعا ما في مجال الطاقة تحديدا الطاقة الكهربائية يستهدف؟ بماذا تفسر ذلك؟ شكرا على هذه الاستضافة. طبعا استهداف حقل كورمور الغازي هذه ليست أول مرة، هذه رابع مرة في هذه السنة في شهر الواحد واليوم شهر الرابع، مرتين في هذه السنة ومرتين في السنوات السابقة. مع الأسف أن استهداف هذا الحقل ليس له أي ضرر على أحد، بل فقط يعطي كهرباء إلى 67% من الطاقة الكهربائية لإقليم كردستان، وأن التوسع هذا الحقل سوف يفيد العراق ككل، ولكن هناك أيدي تعمل من أجل أن تضرب الكهرباء في العراق، ليس في العراق ككل، لأنه لا يريدون أن يتحقق نجاحات أخرى لتطوير الحقول الغازية والحقول الأخرى، لهذا يضربون هذه الحقول. وأن كما نرى أنه هناك استهدافات إدانات شديدة من السفيرة الأمريكية والبريطانية ويونامي وكذلك البيت الأبيض كما أشرتم إليه، لكن هذه المشكلة أنه هذه مشكلة العراق والحكومة العراقية للسيطرة على هؤلاء الذين خارج المنظومة الدفاعية أو القوات المسلحة العراقية والحشد الشعبي. لذلك الحكومة العراقية أقولها دائما ليس لها القوة أو السيادة، لأن سيادتها مباحة من جميع الأطراف، وليس لها أي قوة أن تحاسب هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال الإرهابية، ويجب على رئيس الوزراء أن يأخذ خطوات شديدة هذه المرة، لأنه كل ما تشكل لجان، هذه اللجان نعرف أنه ليس فيها أي نتائج كما رأينا في جميع اللجان السابقة. نعم، طيب سيد سمان، يعني هل برأيك هناك جنبة سياسية في هذه الاستهدافات، أم فقط كما أشرت إلى أنه استهداف لقطاع الطاقة الكهربائية في إقليم كردستان، وهذا الحقل تحديدا الذي يوفر كما ذكرت 67% من الطاقة الكهربائية لإقليم كردستان، هل هناك علاقة أم فقط يعني هو الهدف اقتصادي وتخريبي بحت؟ ولو الصوت ما واضح جدا لكنني أحاول أن أجيب أعيد اللي افتهمت من سؤالك. نعم تفضل. نعم هناك استهدافات لإقليم كردستان، وهذه ليست المرة الأولى، وسوف تستمر هذه الاستهدافات ما دام هناك فصائل خارجة عن المنظومة الدفاعية العراقية وليس لها السيطرة على الحكومة العراقية عليها. أن التطور الذي يحدث في إقليم كردستان هو إيجابي، وهذا التطور يعطي صورة حسنة على التقدم وتطور الكهرباء والبيئة، أيضا محافظة البيئة كنموذج لكافة باقي العراق، ونأمل أنه هناك خطوات جدية لتطوير هذه التجربة لتشغيل المحطات الكهربائية في العراق بالغاز. ولكن هناك من يريد أن يوقف عجلة هذا التطور، نراها في الجنوب، نراها في المناطق الأخرى، أن الاستغناء عن النفط والتوجه نحو الغاز والاستغناء عن استيراد الغاز هذه هي المعضلة، لأنهم لا يريدون أن تقريبا هذه الأموال التي تخرج على الغاز تقريبا سنويا حوالي 6 إلى 7 مليار دولار، هذه مستفيدين منها جماعات من خلف هذه الهجمات. ونأمل من الحكومة كما قلت سابقا أن الحكومة الاتحادية أن تأخذ خطوات جدية، وقد أدان سيد رئيس وزراء الإقليم والسيد رئيس الإقليم هذه الهجمات على البنية التحتية في إقليم كردستان.